فيها. وعليك أن تعلم أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ولا يكلف نفسا إلا ما أتاها، وأن الله ما جعل عليكم في الدين من حرج. عليك أن تنزل الأمور منازلها اللائقة بها. فالعلم له أثره في كل شيء، في كل شيء العلم له أثره. إن جئت تدعو لله، كم من خطيب يخطب ويهز رأسه ويحمر وجهه وكذاب يكذب على رسول الله من حيث لا يشعر، يقول قال الله في حديث قدسي والحديث لا أصل له، فيكذب على الله وهو يظن أنه يحسن، ويكذب على رسول الله وهو يحدث بالحديث الضعيف والموضوع المكذوب. كل ذلك سببه الجهل، الجهل بمعرفة الصحيح من غير الصحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت تخطب أو كنت تدعو إلى الله وأنت جاهل، ستدعو إلى الله على غير بصيرة، والله قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من